الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عنوان مداخلتي ستكون بعون الله وقوته: التعليم العتيق رؤية من الداخل. هذه التجربة التي شاء المولى سبحانه وتعالى أن أمر منها متعلما فيها ثم معلما قرابة عقد من الزمان. وحكاية هذه التجربة ما فيها من محاسن ومحاذر لا يكفي هذا الوقت المخصص لذلك، ولذلك اصبروا معي فسأكون مختصرا جدا. فهذه التجربة أيها الإخوة، حيث إن الحديث عن التعليم العتيق رؤية من الداخل حديث عن الذات في ماضيها وحاضرها، لها خصوصية زمانية وخصوصية مجالية، لكن المقام والحال يقتضي أن أخرج من الذات إلى العموم، وذلك لحكاية ما تبدل في هذه التجربة من المحاسن وكيف نستمرها ثم نوظفها، والمحاذر وكيف نتجاوزها، وذلك حتى يحقق هذا التعليم العتيق ما أنيط به من وحدة الأمة والنهوض بها وقيامها بالعلم وقيام العلم بها. ومحاسن هذه التجربة كثيرة، سأختصر الحديث فيها كثيرا لأن ثمرة هذه التجربة هي قدامنا في أشخاص في مختلف المجالات يجمعون بين الذكاء القلبي والذكاء العقلي، وهذا لعمري مقياس نجاح أي نموذج تربوي تعليمي إن كان لنا أن نقيسه ونضع له مقياسا لذلك. ولذلك أيها الإخوة الكرام، فإن الباري سبحانه وتعالى لما نزل قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول ما نزل، فاقرأ لبيان مكانة العلم وسنائه ودوره في إلماء العقل ودوره في الريادة والنهوض بالأمة، وباسم الله الذي خلق لرسم مسار العلم التزكوي حتى لا يخرج عن مجاله وقصده. وهذا كاف في الحديث عن محاسن التجربة في التعليم العتيق. أما المحاذير فهي في الحقيقة أساس التقويم ورافعة الإقامة والاستقامة وكل الصيد في جوف الفرى كما يقولون، فإن التطوير معلق برصد الخلل ورسم سبل تجاوزه، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر أو عفوا عن الخير، فكنت أسأله عن الشر وذلك مخافة الوقوع فيه. وهذا قطعا ليس من باب الشر، إنما هي بعض المحاذي وبعض المزاليق وبعض الأخطاء التي من خلال تجربتي في هذا في هذه يعني المدارس العتيقة ينبغي أن يعمل المسؤولون كل من موقعه على تجاوزها وتداركها. وبعد هذا كله، فهذا الحديث وهذا الكلام ما يزال يعتمر في قلبي ويجيش به الفؤاد غيرة على هذا التعليم الفتي، على هذا التعليم القديم الجديد المميز حقا، والذي سماه بعض الباحثين سفينة النجاة. هذا التعليم الذي شاء المولى أن أقضي فيه عقدا من الزمن كما أسلفت، متعلما فيه ثم معلما فيه، استوت الفكرة وعصارة التجربة. وبالجملة، فإن المحاذر ومواطن الخلل يمكن أن أصفها في مجالين اثنين أو في قطبين اثنين، وذلك في المعارف والمناهج. والعلم كله هذين الاثنين: معارف ومناهج. فأما المجال الأول وهو في المعارف، ويحدد محاذرها ومحاسنها هذا الإشكال: ماذا ينبغي أن يدرس في التعليم العتيق؟ ماذا ينبغي أن يدرس في مدارس التعليم العتيق؟
لعل البعض ينظر إلى هذا السؤال على أنه سؤال بديهي الجواب، معروف جوابهم علوم، وليس كذلك، بل هو من العمق والصعوبة بمكان، بل هو المنطلق والمبتدأ، وأي خطأ فيه خطأ في الخبر والمنتهى. ذلك أن الجواب عن هذا السؤال وتحرير إشكاله معلق بتغير الزمان والمكان وعجلة الحياة وحاجة الأمة في أوانها في العلم. بهذا يتغير هذا الجواب. ومهما يكون من شيء، فإن العلماء المختصون قد قاربوا هذا الإشكال وحاولوا يعني وضع مناهج وأجوبة له، كل حسب مكانه وزمانه وتخصصه وحاجة الأمة في حينها في العلم. أمثال يعني طاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب، والحج بالثعالب، وغيره من العلماء الأعلام الذين تسخروا بهم هاته المنطقة المغاربة عموما. ولأن هذه الورقة هي رؤية من الداخل، فإنني سأذكر هذه المحاذر من واقع التطبيق والأجرأة وليس من واقع النظر والتأصيل، وذلك من جهتين اثنتين. فالجهة الأولى من حيث التحيين والأجرأة، من حيث التحيين والأجرأة، بحيث أن بعض المقررات في التعليم العتيق ينبغي أن يعاد فيها النظر، ينبغي أن يعاد فيها النظر، وهذا النظر كما أسلفت معلق بحاجة الأمة في الزمان والمكان. فبعض النصوص المقررة في المواد الأساس، في المواد الأساس بالخصوص، هي تنحو منح الجمع ومنح الاستيعاب للفروع، ولكنها لا تنحو منح تكوين الملكات وتثوير المهارات التي بها يقوم العالم في الأمة مقام الأمة. إن إبراهيم كان أمة. وبيان ذلك أنه في غفلة من التاريخ وأزمة في المنهج والمعرفة انكب الناس على المختصرات والمنظومات والحواشي، حتى كان يقول قائلهم لمقرش الحواشي بقبلش. وهذا إن صح في ذلك الزمان فإنه يحتاج إلى إعادة النظر في هذا الزمان، فإن هذه المنظومات والمختصرات وإن كانت مغرية للطالب في كونها تجمع له الفروع ويستطيع أن يستحضرها كلها في معرض التناظر والتفاخر، فإنها لا تؤسس للملكات والمهارات كما تؤسس لها النصوص الأخرى. فخذ على سبيل المثال في الفقه مثلا، المهارات التي يحصلها والكفايات والملكات التي يحصلها طالب الفقه بنصوص المدونة أو نصوص البيان والتحصيل لابن رشد الجد أو غيرها من الكتب التي ديدنها التعليل والاستنباط والتوجيه، لا يحصلها مثلا بمختصر خليل رغم أهميته ومكانته التي لا يجادل فيها مجادل قطعا. لكن لا، حتى لا يفهم هذا الكلام على أنه تبخيص وتلقيص لهذه المختصرات، كلا، ولا للناظم وما نظم، كلا وألف لا، فإن من هذه المختصرات وهذه المنظومات تكوننا. لكن الحاجة الآن إلى العلماء الراسخين الذين يجمعون بين الأصالة وحاجة الأمة في العصر حتى يقوموا على سد الثغور. ولا أدل على ذلك من هؤلاء الذين نراهم يعني بين الفينة وأخرى، هؤلاء المهضلين بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، يقدحون في الشريعة ويشككون في أصول الدين ويشككون في القرآن وفي السنة وفي غيرها، فلا نرى من يتصدى لهم إلا القلة، إلا القلة، لأن استيعاب هذه الإشكالات المعرفية المعاصرة لا تقوم بالمختصرة ولا بالنظم، وإنما تقوم بالنصوص المكونة للملكات. وهذا باب طويل حديث فيه ذلول قد تطرق إليه العلماء قديما وحديثا، أمثال ابن خلدون في المقدمة، فقد انتقد التدريس بالمختصرات، انتقد التدريس بالمختصرات.
ولست هنا أنحو منحة يعني أن تزال هذه المختصرات في المناهج أو أن لا يعني يركز عليها المدرس والمتعلم، ولكن أن ننحو منحة الجمع، منحة الجمع بين هذين الأمرين، فلا نفقد جمع الفروع ولا نفقد تكوين الملكات التي منها هذه الفروع. هذا من حيث التحيين. أما من حيث الأجراء فينبغي أولا في تدريس مواد التعليم العتيق لمدرس التعليم العتيق أن يدرس المواد المشكلة للعلم الواحد بالتزاوج في التأصيل الواحد. فمن الخطأ المنهجي أن يدرس الفقه في درس لوحده والأصول في درس لوحده كذلك، فهذا لا يشكل في ذهن طالب التعليم العتيق علاقة الفقه بالأصول ولا بناء الفروع على الأصول. وقد كانت لي في هذا تجربة يحسن أن أذكرها هنا، ونحن نتحدث عن التعليم العتيق رؤية من الداخل ودورها في حماية وحدة الأمة وبيضتها. في أحد مدارس التعليم العتيق بالشمال يعني بالطبع كنت أدرس هناك، فأسندت لي مادة الأصول ومادة الفقه ومادة التوقيت والمنطق وغيرها من المواد، فكنت أدرس يعني الطلبة هاتين المادتين في درس واحد الأصول والفقه. نأتي إلى مقطع في مختصر خليل، وكان حينها المقرر بيع المرابحة وبيع السلام. عوض أن نشرح ذلك المختصر يعني تلك القطعة التي هي قطعة الدرس من مختصر خليل، آتي بما يعني بالقواعد الأصولية التي في منظومة السولي مرتقى الوصول التي فيها القواعد التي منها أخذت الفروع التي اختصرها خليل في المرابحة، فتجد الطالب يستوعب القاعدة الأصولية ويستوعب الفرع المنبني عليها ويستوعب كيف يستنبط منها الفروع، وهذا أقدر في نظري في تكوين الملكات في هذا الباب. ثم من بين الأخطاء المنهجية في التعليم العتيق التي يتحمل فيها المدرس الأمانة والمسؤولية هو عدم إتمام المقررات الدراسية. فيقرر مثلا في الفرائض يعني خلاصة الباحثين في جمع وحصر أحوال الوارثين، فيدرسها المدرس إلى حدود نصف أو ثلث خاصة في المستويات غير الإجهادية، فيترك الباقي إما لضعف الطالب أو طول المطلوب، ضعف الطالب أو طول المطلوب، وهذا خطر على التكوين، خطر على التكوين. ومن بين مظاهر هذا الخلل لما طول شيء إذن نمشي إلى النقطة الثانية في هذا حتى لا أطيل، وهي كما يقولون حجر الزاوية ومربط الفرس، هو انفصال التربية أو انفصال التزكية عن العلم. فرغم أن هذا قصد التعليم العتيق بالضرورة، والقصد الأول هو أن يجمع خريجه بين التزكية والعلم، فإننا إذا قمنا بدراسة ميدانية للمدارس العتيقة يعني اسمحوا له كان حديثي صريح في صراح، لأن هذا الهدف منه أن ننبه إلى هذه الأمور لعلنا ننبه إلى شيء مما به قيام هذا التعليم. فتجد بعض المدارس ربما يكون طالب لا يصلي أو ربما يفعل من المناكير ما قد لا يفعلها غيره، هذا معروف يعني ينبغي لا نخصص المجال في سوس وغيره. فأصل هذا الخلل ما هو؟ أصل الخلل هو انفصال التزكية عن العلم، فيتعلم العلم لذاته ولا يتعلم التزكية التي تحوط هذا العلم وتبين قصده. ولذلك من بين الأمور التي في التجربة كنت أشتاق إلى أن تقرر في المدارس العتيقة وندرسها هي مادة التصوف، مادة التصوف ليس في شرح مثلا ابن عاشر وغيره في الباب الأخير، ولكن تقرر مادة خاصة للتصوف فتسند إلى أهلها، فتسند إلى أهلها الجامع بين العلم والسلوك حتى يتأثر طالب بذلك بذلك الأستاذ وذلك المدرس فيكون قدوة ومحل التأسي. ويعني النقطة الأخيرة
التي ينبغي الحديث فيها، وهي ذكر بعض من التجربة، فأن من الخطأ هو أن تسند المواد الدراسية إلى غير أهلها في التعليم العتيق، فهذا يقيم ساعته ويجهض ثمرته. إذا سندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة كما في الحديث وفي الأثر. فمدرس التعليم العتيق إذا أسندت له مواد غير مكون فيها تكوينا أصيلا متينا، فإن هذا يقيم ساعة ذلك التعليم وتلك المدرسة. أذكر لكم ها هنا من واقع التجربة مثالين اثنين. المثال الأول هو أستاذ أسندت له مادة المنطق، وكان حينها يدرسنا السلم المنورق للأخضر بشرح الكويسين، ومعروف لمن درس هذا أن الشارح لا يشرح إلا الضروري فكان هذا الأستاذ يدرسنا هذا المختصر، فلما وصل إلى باب القضايا في قول صاحب السلم احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، فلا يحسن كيف يبين ذلك ولا كيف يبينه. فكان يعني باش نوصل الفكرة، كان كيدخل وخرج في الإدارة، حنا ذاك الجيل اللي قرينا عنده يعني حياء من الأستاذ نجعل أنفسنا كأننا فهمنا المراد، كان خرجوا من الدرس ما فهمناش اش بغى يقول. داز هذاك الجيل جا الجيل الذي مراه وما قبلش هذاك الهضره، كيشرح الأستاذ كيقول ما فهمناش، عاود الأستاذ ما فهمناش، حصتين ثلاث حتى طور الأمر وصل الإدارة وصل المندوبية إلى آخره. فإذا بي مدير المؤسسة يستدعيني، واش كنتو فهمتوا هذا الكلام فاش قريتوه العام الفايت؟ قلت له الحق والحق أنه قال ما فهمناش عند الأستاذ، أنا مشيت فهمتوه في اليوتيوب. هذا إشكال كبير في التعليم العتيق، أن تسند المواد إلى غير أهلها، فكيف ينبغي أو كيف تريد أن يتكون الطالب إذا لم يكن أستاذه مكونا. المثال الثاني هو أسندة الفرائض في خلاصة الباحثين، أختم بهذا أخونا الدوسة على كلها. نعم، إذا قلت أسندت الفرائض لأستاذ اللغة الفرنسية، ولكم أن تتصوروا ذلك، تسند خلاصة الباحثين، فيحتاج أن يفك النظم وأن يفك إشكالات الفرائض ويفك إشكالات الرياضيات فيها لأستاذ لم يسبق له أن درس ذلك العلم قطعا، وهذا في الثانوي وليس حتى في الابتدائي والإعدادي، في الثانوي أسندت لواته المادة، وهذا خلل كبير أيها الإخوة دعا إليه الغيرة على هذا التعليم الذي هو الأم والأب، والذي تنتظر الأمة منه الكثير والكثير، خاصة ونحن في عصر تتقلب فيه أمواج المعارف والتحولات المعرفية الكبرى، ويكثر فيه المغرضون والمبطلون، فتحتاج إلى العلماء الراسخين في المعارف والمنهج، وإن لم يكونهم التعليم العتيق فلا تنتظر ذلك قطعا من التعليم العمومي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.